بجد تتابع حضراتكم مشاهدينا، وقت قليل بيفصلنا عن انطلاقة هذا اللقاء. حابين أكتر أن احنا نقرب من تفاصيل المباراة والاستعدادات الفنية لكل مدير فني، سواء الكابتن علاء عبد العال أو أيضا الكابتن عيد مرزيق، وده هيكون من خلال تواجدنا مباشرة من استاد بتروسبورت مع الزميل العزيز مجدي الشربين اللي أكيد هيطلعنا على كل التفاصيل. مجدي برحب بيك، وفي البداية أكيد بقول لك كل عام وأنت بخير وعيد سعيد عليك، وأكيد تفاصيل كتيرة فنية بتجمعنا في هذا اللقاء، نعرف منك كل التفاصيل وما يدور عندك في استاد بتروسبورت. مساء الخير عليك كابتن محمد غانم، وكل سنة وحضرتك بألف خير، ومساء الخير على كل ضيوفك، ومساء الخير على كل مشاهدينك في كل مكان. من هنا من استاد بتروسبورت، حيث لقاء إسترن كومباني ومصر للمقصة، مباراة اللي ما لا تقبل القسمة على اثنين نهائيا. حضر فريق إسترن كومباني قبل فريق مصر المقصة بساعة كاملة. إسترن اللي استعد استعداد كبير جدا جدا لهذه المباراة، ونرى حصة تدريبية تحدث من خلال كابتن علاء عبد العال. نلعب مباراة صعبة ومهمة جدا ترسم ملامح الفترة القادمة، وقال لهم كمان ان الضغط المستمر والهدف المبكر هيسهل عليهم المباراة بشكل كبير. غياباته النهاردة أوفا وفراس والحسيني طه، وعلى الجانب الآخر مصر المقصة اللي حضر بعد فريق إسترن بساعة كاملة. مصر المقصة وتواجد في أرضية الملعب الساعة 5 يتحلى بالأمل، وقال كابتن عيد مرزيق للاعبيه سنلعب لآخر لحظة والأمل لازال موجود، وكل المباريات القادمة مباريات كؤوس، وشرح كل نقاط القوة والضعف في صفوف نادي إسترن كومباني. عنده غيابات النهاردة كبيرة جدا وبالجملة، أبرزها طبعا محمد مجدي وبلتاجي سمير في حراسة المرمى، والاثنين للإصابة، حسني فتحي أيضا للإصابة، وعنده محمود عادل وزياد أشرف وأتولي ومصطفى كاجو وعلي غزال وكريم عبد النبي. الجو جو جميل جدا داخل استاد بتروسبورت، وأعتقد مفيش جماهير لا لإسترن كومباني أو لمصر للمقصة. اللعيبة إلى الآن داخل غرف خلع الملابس، إلا حراسة المرمى الاثنين الفرقتين حراسة المرمى في أرضية الملعب بيجروا الإحماءات الخاصة بالمباراة. وكان في لقاء ود ولقاء حب ما بين مدير الفني لحراسة المرمى هنا والمدير الفني لحراسة المرمى هنا. مباراة صعبة جدا سواء على إسترن كومباني أو مصر المقصة، بالفعل هي مباراة ترسم ملامح الفترة القادمة في الصراع على البقاء في الدوري الممتاز. دي كانت كل أخبارنا وكواليسنا من هنا من استاد بتروسبورت، والآن الكلمة إليك كابتن غانم، اتفضل. كل الشكر لزميل العزيز مجدي الشربيني اللي وفانا بكل التفاصيل والمستجدات من استاد بتروسبورت، ومباشرة قبل انطلاق هذا اللقاء اللي هجمع فريقي إسترن كومباني ومصر للمقص. مشاهدينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا الفني. ابقوا دائما معنا على شاشات أون تايم سبورتس.